السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي. بعد ما حضرتك هتكون شفت الفيديو اللي أنا بنشرح فيه درس ضمائر الوصل، وسايب لك أنا في صندوق الوصف ورق الشرح. ذاكر كده وتطبع الورق وتعمل نوتسك وتظبط حالك، وبعد كده تروح رايح على كتاب الجيم يا معلم، حل كل التمرينات أنت الأول، وبعد كده تيجي تتفرج عليا في الفيديو ده هوت، لأن أنا مش بحل بس، أنا بشرح لك. ومعذره انا كنت لابس نظاره النهارده عشان تعبان شويه. ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضى المسلمين جميعا، يشفي ويحسن حال المصريين كلهم يا رب. نمبر 1، كليوباترا سبيس واز فيري بيوتيفول. يبقى كليوباترا كانت جميله جدا. واز ذا لاست فيرو، يعني اخر الفراعنه اوف ايجيبت. خلي بال حضرتك، كليوباترا ده ايه؟ اسم، وهنا في ايه؟ وهنا في فعل. يبقى ناخد ايه؟ يبقى احنا لما بنلاقي عاقل وبنلاقي فعل بناخد هو او ذات. بس خلي بالك هنا كما وكما، يبقى هنستبعد ذات لان دي اسمها جمله ايه؟ اعتراضيه، وبالتالي ناخد هو لرقم دي. نمبر 2، الكسندريا از ايجيبت سكند بيجست سيتي، يعني اكبر مدينه. از ا وندرفول بليس فور ا هوليداي، يعني مكانا رائعا للاجازه. خلي بالك، لقيت يا حبيب، لقيت يا حبيب اسم، وبعدين هنا في فعل، يبقى هتاخد ويتش او ايه او ذات على طول طالما انه غير عاقل. طب بس هنا في كما وكما اهو لسه قايل لكم، يبقى هنا ذات هنقولها سكه السلام وناخد ويتش. يلا يا جماعه، نمبر 3، رانيم الوليل سبيس واز بورن ان 1989 از ا فيموس سكواش بلاير. رانيم الوليل ده ايه؟ رانيم الوليل ده يا مستر اسم عاقل وبعدين في فعل، يبقى ناخد مين؟ هو او ذات. بس هنا في جمله اعتراضيه تو كوما اهو، يبقى نقول ذات ما احناش عايزينك، مع السلامه، وناخد رقم سي اللي هو نمبر 4. ذا سويتر ماي فادر بوت مي از فيري بيج، يعني السويتر اللي ابي اشتراه ليا كبير جدا. السويتر ده غير عاقل وبالتالي هياخد ايه؟ هياخد ويتش. طيب نمبر 5، ذا منهور ان، طالما لقيت حرف الجر ان، انا قلت يا جماعه لما الاقي حرف جر يبقى العاقل هناخد هوم، لغير العاقل هناخد ويتش، الملكيه هناخد هوز، يبقى ناخد رقم بي. تعالوا كده نشوف مع بعضنا الجنرال اكسرسايزز، التمرينات اهي. بيقول يا جماعه، نمبر 1، The house's base was built in 1889 was famous for its huge entrance، يعني مدخله الضخم. طب المنزل، المنزل ده اسم بس غير عاقل، was built يبقى ده فعل، يبقى انا لما بنلاقي يا سيدي الفاضل هنا غير عاقل وفعل بناخد مين؟ بناخد ويتش او ذات. بس هنا في تو كومرز، يعني جمله اعتراضيه، يعني معنى كده نقول لذات بالسلامه ما احناش عايزينك، وناخد ايه؟ ويتش. نمبر 2، اي ميت ذا دكتور، يعني قابلت الدكتور. كار واز ستولن، اللي عربيته سرقت لاست ويك. يا جماعه الدكتور اسم والكار اسم، والاسم ده اهو مملوك للاسم ده اهو، يبقى ناخد هوز في الملكيه. تمام. نمبر 3، مستر علاء سبيس is standing there is my neighbor from the old district، يعني مستر علاء اللي هو واقف هناك ده. خلي بال حضرتك، انا لقيت هنا ايه؟ اسم، وهنا ايه؟ فعل. تمام، يبقى ناخد يا ايه؟ يا هو يا ذات، نريحني مش مديله الا ذات. نمبر 4، my sister space is now living in Alexandria has just had a baby، يبقى اختي التي تعيش في الاسكندريه. يبقى خلي بالك هنا اسم وهنا فعل، يبقى ناخد هو او ذات. بس هنا في تو كوماس، فهنقول ذات مع السلامه، وبالتالي ناخد هو اللي رقم بي. نمبر 5، I visited my uncle in the new factory، يعني انا زرت عمي في المصنع الجديد. هي وركس ان، الذي يعمل فيه. خلي بالك، فهنا يا جماعه طالما ان في حرف جر، لان قلت لك لما تلاقي اسم مكان ثم فاعل ثم فعل وحرف جر يدور يروح على المكان، يبقى ناخد ويتش. راح صح صح في الجمل اللي زي دي، الله يكرمك. نمبر 6، ذا مانجر سبيس سكرتري، اللي سكرتيرته سيريسلي ال، يعني مريضه جدا. هاز تو تايب، كان عليه ان يعني يطبع ذا ليترز باي هيم سيلف. يبقى هنا اسم واسم، يبقى هناخد ايه؟ هوز اللي رقم بي. نمبر 7، كايرو از ايجيبتس بيجست سيتي از فول اوف هيستوريكال بليسز. القاهره، ها ده اسم وهنا ايه؟ فعل، بس دي غير عاقل خلاص. يبقى القاهره از ايجيبتس، التي تكون اكبر مدن مصر مليئه بالمناطق التاريخيه، يبقى ويتش اللي رقم بي. نمبر 8، ذا ريفر سبيس رانز ثرو اور سيتي، يبقى النهر الذي يجري خلال المدينه از ذا مين سورس، هو المصدر الرئيسي اوف اور ووتر، للماء بتاعنا. يبقى هنا هنقول يا جماعه طالما هنا اسم وفعل، يبقى هناخد ويتش اللي رقم سي.
Number 9. The room space I sleep is very nice. I really feel comfortable. يبقى الحجرة التي فيها أنام بتكون لطيفة. التي فيها، أنا قلت لك لما تلاقي اسم مكان ويكون الترجمة معناها الذي فيه أو التي فيها، يبقى ناخد وير. طب لو اسم زمان هناخد وين، بس تكون الترجمة معناها إيه؟ الذي فيه أو التي فيها. Number 10. أماني is an Egyptian Paralympic power lifter، يعني رافع أثقال بارالمبي مصري. ماله؟ has won a bronze medal، يعني فازت بالميداليه البرونزيه. خلي بالك باور ليفتر يعني ده عاقل، وبعدين فعل، يبقى هناخد ايه؟ هناخد ياهو، يعني ناخد ذات. ما فيش اصلا الا هو اللي رقم ده. ركز يا رب يديك الصحه والعافيه. نمبر 11. there is a library nearby، يعني مكتبه مجاوره. I like to spend my time reading، ها، التي فيها أحب أن أقضي وقتي في القراءة، يبقى نقول وير لرقم سي. 12. The dog barked at a time، في الوقت it saw a stranger entering the house، يعني بنقول إن الكلب نبح في الوقت اللي هو شاف stranger يعني غريب entering that house، يبقى نقول إيه؟ when it saw، لأن الذي فيه أو التي فيها، وأصلا أنا مش هينفع نستخدم لا which ولا that في وجود it لهي، تمام؟ يلا يا جماعة. 13. The writer's best books have been translated into many languages is a famous children's writer، يبقى الكاتب اللي كتبه، هنا الرايتر اسم والكتب ديت اسم، والكتب دي مملوكة للكاتب، يبقى هناخد هوز اللي رقم بيه. 14. The boy's best leg was broken was taken to hospital، يبقى الولد اللي رجليه كسرت أخذ إلى المستشفى، يبقى هنا ولد اسم والليج اسم والاسم دي مملوكة للولد، يبقى هوز اللي رقم سي. نمبر 15. The car for space I paid a lot of money is very high tech، يبقى العربية اللي دفعت لها فلوس كتير ذات تقنية عالية. هنا يا جماعة في حرف الجر فور، يبقى لما الاقي حرف جر هناخد مع العاقل هوم، مع غير العاقل هناخد ويتش، مع الملكيه هناخد هوز، بين غير عاقل هناخد فور. نمبر 16. I like the manager kind and cooperative، يعني انا بحب المدير اللي بيكون يعني لطيف وكمان يكون متعاون، عطوف ومتعاون، يبقى نقول هو از، لان طبعا دي صفات، فالصفه عايزه فيرب تو ايه؟ فيرب تو بي، لان هوز دي اختصار لايه؟ هو از. 17. This is a shop from، لقيت from، يعني لقيت ايه؟ حرف جر، يبقى مع العاقل ها هوم، مع غير العاقل which، مع الملكية هوز. يلا يا جماعة. 18. The pen space you are writing is my brother's، يعني القلم اللي بيه انت بتكتب بيكون بتاع اخوي، يبقى with ايه؟ with which اللي رقم دي اهي. 19. The man next to space I sat on the plane was talking all the time، يبقى الرجل اللي ها، خلي بال حضرتك، الرجل اللي بجواره انا جلست في الطائره كان بيتحدث طوال الوقت. هنا لقيت ايه يا جماعه؟ نيكست تو، لقيت هنا حرف جر اهو، يبقى هناخد ايه؟ هناخد هوم، لان ده عاقل اهو. نمبر 20. I would like to live in a country، يعني اود ان اعيش في بلد. There is plenty of، يعني يوجد الوفرة من sunshine، يعني ايه؟ سطوع للشمس. يبقى هناخد وير، يعني هنا بمعنى الذي فيه او التي فيها، يبقى بلد الذي فيه كثير من سطوع الايه؟ الشمس. نمبر 21. The nurse's best responsibility is to look after young children has worked in the hospital for 10 years. نيرس يعني ممرضة، والريسبونسابيلتي ديت مسؤولة من الممرضة، يبقى هنا في مالك ومملوك، يبقى هناخد ايه؟ ربنا يفتح عليك، هناخد هوز. 22. Around the world in 80 days، يعني حول العالم في خلال 80 يوما. I read last week التي قرأتها الأسبوع الماضي is very interesting novel، يعني رواية شيقة. هنا يا جماعة في تو كوماس، لو أنت بصيت أهو، يبقى أنا هنعمل إيه؟ هنقول ذات سكة السلامة، وبالتالي ناخد ويتش اللي رقم بي. 23. The man from space you bought this camera is waiting outside، يبقى الراجل اللي منه انت اشتريت الكاميرا دي بينتظر بالخارج. لقيت حرف جر يا جماعة اللي هي from، يبقى مع العاقل هناخد هوم، مع غير العاقل هناخد which، ومع الملكية هناخد هوز اللي رقم بي. 24. أحمد is the manager، يعني أحمد هو المدير. I send this email، اللي له أرسلت هذا الإيميل، يبقى to whom اللي رقم A. ليه؟ لأن send to حرف جر، to send to. 25. I like the author، يعني بحب المؤلف. Plays are shown everywhere، اللي مسرحياته بتعرض في كل مكان.
طبعا كلمة بليه هنا يا جماعة أكيد اسم عشان بعدها فعل، لأن مش هينفع نجيب فعل ورا فعل، يبقى هنقول هوز اللي هي رقم بي. 26 I admire the teacher، يعني أنا معجب بالمعلم. I borrowed this wonderful book، اللي منه استعرت هذا الكتاب الرائع، يبقى هنقول from whom، لأن لما بنلاقي حرف جر خلي بالك ناخد from whom، وأنا هاخد ليه برضه from whom عشان borrow بتاعت حرف الجر from، borrow from. 27 We phoned علي، يعني احنا اتصلنا بعلي. House we had our lunch to thank him، اللي في منزله، اللي في منزله تناولنا الغداء عشان اشكره، يبقى هنقول in whose house اللي رقم B. 28 I work for a supermarket chain، يعني سلسلة سوبر ماركت. head office يعني اللي المركز القيادة بتاعها is in Cairo، يبقى هنقول whose، لان هنا في اسم وهنا اسم مملوك. 29 أسوان which is in the south of Egypt، يعني أسوان التي تكون في جنوب مصر. is this place my father was born، يبقى is where، يبقى الذي فيها ولا أبي ولد، يبقى where عشان نتكلم على إيه، على مكان. 30 the top drawer، البرج الدرج الأعلى is the one هو I keep my odds and index، هو المكان الذي فيه، عايز يقول كده يعني بحتفظ بمقتنيات الصغيرة، يبقى طالما بتكلم على مكان يبقى هناخد ايه حلوين، يبقى هناخد وير. يلا يا جماعة 31 The waiter الجرسون is wearing a white shirt، اللي هو مرتدي قميص أبيض. helped us a lot، يعني ساعدنا كثيرا. طيب بص حضرتك لقيت عاقل ولقيت فعل، يبقى هناخد هو أو ذات. طب في تو كوماس أهم، يبقى هنقول ذات سكة السلامة، وناخد هو لرقم ايه. 32 The street space we cleaned yesterday was dirty، يبقى الشوارع التي نظفناها، الشارع الذي نظفناه بالأمس كان متسخ، يبقى كلمة الذي يبقى which، خلي بالك عشان خاطر لازم تترجم كويس كويس كويس. 33 Countries space imports are، خلي بالك كلمة imports ديت اسم، ليه؟ عشان بعدها فعل، يبقى احنا عندنا هنا مالك ومملوك، يبقى هناخد هوز. يبقى البلاد اللي وارداتها أكتر من صادراتها لديها مشاكل ايه؟ اقتصادية. 16 ساديو ماني was born in 1992 is a famous footballer، يبقى ساديو ماني الذي ولد في عام 1992 لاعب كرة قدم مشهور، يبقى يا جماعة هنا اسم عاقل وفعل، يبقى هناخد هو أو ذات في تو كوما ذا همت، يبقى هنقول ذات سكة السلامة وهناخد سي ليه هو. 17 he has a beautiful son، يعني عنده ابن جميل نيم اس اسامه، اللي اسمه اسامه، يبقى هنا هنقول هوز اللي رقم ايه. 18 الكسندريا ماي ماذر واز بورن از ان نورثرن ايجيبت، الاسكندريه ها حيث او التي فيها امي ولدت تكون في الشمال من ايجيبت من مصر، يبقى التي فيها، يبقى هنا ايه هناخد وير، لان الترجمه لما قلت لك لما تلاقي مكان يبقى الترجمه الذي فيه او التي فيها، يبقى هتاخد وير. 19 نجيب محفوظ بوكس، يبقى الكتب دي مملوكه لمين؟ لنجيب محفوظ. have been translated into many languages، الى لغات عديده. is a remarkable writer، يعني كاتب رائع، يبقى هنا اسمه اسم، يبقى هناخد ايه؟ ربنا يفتح عليك، هناخد هوز. نمبر 20 I wanted you to know the name of the actor، يعني اسم الممثل played the role of King Lear، الذي لعب دور الملك لير، يبقى يا جماعه هنا في اسم عاقل هو توفيه فعل، يبقى هناخد هو او ذات، مريح راسي ومديني هو بس. يلا 21 they have bought a machine، يعني اشتروا اله برنت تطبع. names on badges اللي هي بتطبع الاسماء على badges، تبقى يا جماعه ايه؟ يبقى هنا هنقوله ايه؟ ده هنا ماشين يعني غير عاقل، وهنا في فعل، يبقى هناخد which او ذات، مريح راسي ومديني ذات بس. 22 Egypt is the land، مصر هي الارض. people of different cultures، يعني الناس من مختلف الجنس الثقافات. كان live peacefully، يعني تعيش بايه؟ بامان. يبقى هنا يا جماعه لاند خلاص، يبقى التي مصر هي الارض التي فيها كثيرا من الناس من مختلف الجنسيات يستطيعوا ان يعيشوا بامان، تبقى طالما الترجمه الذي فيه او التي فيها تبقى ايه؟ ربنا يفتح عليك تبقى وير. 23 the room space we decorated last year needs a new decoration now، يبقى الحجرة التي زيناها العام الماضي تحتاج تزيين جديد الآن، يبقى هنقول إيه يا جماعة؟ ذات بالمعنى، خلي بالك عشان خاطر تبقى فاهم كويس. نمبر 24 I like the cat، يعني أنا بحب القطة. hair يعني الشعر السوفت، اللي شعرها بيكون ناعم، يبقى هنا اسم مالك والشعر اسم مملوك، يبقى هوز لرقم سي. 25 The man's best I met for lunch yesterday was an old friend of mine،
يبقى الرجل الذي قابلته، الرجل الذي قابلته يا جماعة مان عاقل، وبالتالي معلش اللي هم اللي تنفع ايه؟ It isn't that the pharmacy، أليست هذه هي الصيدلية؟ You get your medicine، اللي منها بتحصل على الدواء بتاعك. يبقى جيت هنا هتاخد حرف الجر ايه؟ from، يبقى هنقول from which. ركز لو في حاجة مش فاهمها بالله عليك ارجع للفيديو بتاع الشرح هتلاقي الأمور متظبطة صح بإذن الكريم. يلا يا جماعة 27 my teacher is based very clever makes me study hard، يبقى معلمي الذي يكون، الذي يكون يبقى هناخد ايه يا مستر؟ ناخد ذات از ولا هو از؟ لا هناخد هوز. ده اهي ليه؟ ليه يا مستر؟ عشان خاطر فيه تو كومز، يبقى دي جمله اعتراضيه بنقول ذات مع السلامه. تقول ايه؟ ذير از ا فلورست اوفر ذير، يعني بيوجد محل بيع زهور هناك. اي يوجوالي جيت فلاورز فروم فور ماي وايف، يعني هنقول الذي منه عاده ما اشتري ورود لزوجتي. طالما الذي منه او الذي فيه او التي فيها يبقى ناخد وير لرقم ب. 29 مارش از ذا مانس، يعني مارش هو الشهر. ماي براذر واز بورن، اللي فيه اللي فيه ابي ولد، يبقى نقول ان ويتش، لان يا جماعه الشهور بتاعت حرف الجر ايه؟ بتاعت حرف الجر ان. 30 ذيس از ذا موبايل فون، يعني هذا هو الموبايل. For space I paid a lot of money، لقيت حرف جر، فلما لقيت حرف جر يبقى مع العاقل هناخد هوم، مع غير العاقل هناخد ويتش، مع الملكية هناخد هوز، فبالتالي هناخد رقم دي لويتش. Page 237 number 1 وفاء is someone، هو شخص really honest and hard working، التي تكون فعلا أمينة ومجتهدة، يبقى هنقول هوز اللي رقم دي التي تكون. نمبر 2 دكتور عائشة used to go with her father to meetings، يعني دكتور عائشة اعتادت أن تذهب مع والدها إلى الاجتماعات. She learned to read and write، التي فيها، التي فيها، احنا قلنا كلمة meetings هي بتاعت حرف الجر at، يبقى نقول at a at which. نمبر 3 have you seen I bought from London، يا جماعة أنا قلت لك لما تلاقي قبل النقاط فعل، قبل النقاط فعل هتاخد وات او هاو او واي، هو مريحني وما ادناش الا وات اللي رقم ايه. نمبر 4 شي اسكت مي وير اي هاد بين، يعني سالتني انت كنت فين. اي ريبلايد اي كانت تيل يو، اللي عليها انا رديت لا استطيع ان اخبرك. ريبلايد تحت حرف الجر ايه؟ تو، يبقى نقول تو ويتش اللي رقم سي. نمبر 5 ذا رايتر رود مي بوكس، يعني كتب العديد من الكتب. شي ارجت فور مور ابوزيتيف رول فور ويمن، اللي فيها اللي فيها هي ناقشت لدور اكثر ايجابيه للمراه، يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ البوكس والنوفلز والستوريز والارتكلز كلها تحت حرف الجر ايه؟ ان، فنقول ان ويتش. لا رقم 5 لا علينا. نمبر 6 اوليفر تويست از بيست باي تشارلز ديكنز، اللي كتب تشارلز ديكنز was a great success، كانت نجاحا عظيما. المفروض الاجابه تبقى ايه يا مستر؟ تبقى which was written. طب ما هو ما فيش، يبقى نفتكر القاعده، قلت لك اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف بتاعت الفعل، يبقى written اللي رقم بي. نمبر 7 they said something very cruel، يعني قالت شيئا قاسيا. I think they should apologize، اللي عليه ينبغي انها تعتذر. حبيبي apologize بتاخد حرف الجر ايه؟ فور، يبقى نقول فور ويتش اللي رقم دي. نمبر 8 ذا مان از بيس ذات باس از ماي براذر، يعني بنقول يا جماعه الرجل اللي بيقود الاتوبيس ده هو بيكون اخي. المفروض تبقى الاجابه ايه يا مستر؟ المفروض تبقى هو از درايفنج، مش موجوده، يبقى نفتكر لو كانت الجمله مبنيه للمعلوم وحذف ضمير الوصل ها نحذف فيرب تو بي ونحط للفعل اي ان جي، هنكتفي بالفعل في اي ان جي، درايفنج اللي رقم دي. نمبر 9 بيبول سبيس ستيلينج ار امبريزند، يعني الناس الذين يقبض عليهم يسرقون ها مالهم بينسجنوا. خلي بالك المفروض تبقى ايه؟ هو ار كود، مش موجوده يا مستر، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نحذف فيرب، يبقى مبنيه للمجهول فهنحذف فيرب تو بي ونحذف ضمير الوصل ونكتفي بالتصريف التالي للفعل. نمبر 10 ذيس از اول، اه ده انا لقيت كلمه اول، لقيت كلمه ايه؟
all او لقيت كلمه something او everything او nothing او لقيت تفضيل يعني زي الصفه يس تي او ذا موست او ذا ليست او لقيت حاجه من المحددات زي ميني او ماتش او ليتل او فيو او سيفرال او اول في الحالات دي كلها ناخد زت. ناخد ايه يا حبيب؟ زت اللي رقم سي. نمبر 11 زمان سبيس اون ذا ترين لاست ويك واز ان اولد كلاسميت. يبقى الرجل الذي قابلته في القطار الاسبوع الماضي كان زميل فصل قديم. يبقى المفروض يا جماعه ايه؟ المفروض نقول هو اي ميت. طب يا مستر ما فيش هو اي ميت، يبقى هنفتكر ان هو وويتش وهو وذات لو جه بعدهم فاعل يليه فعل ممكن نستغنى عنهم ونكتفي بالفاعل ثم الفعل، نكتفي بالفاعل ثم الفعل اهي. يلا يا جماعه 12 I can't achieve all يعني لا استطيع ان احقق all I want now but maybe in the future. لسه قايل لك من شويه صغيرين لما تلاقي اول هتاخد ايه؟ الله يرضى عليك هتاخد ذات. يلا يا جماعه 13 I can't remember you told me about Amin. يا جماعه فعل وانا قلت لما تلاقي فعل هتاخد ايه؟ يا وات يا واي يا هاو. ريح راسي واديني وات وبس. 14 the girl is best in the street is trying to catch the bus. البنت اللي بتجري في الشارع هناك ده بتحاول تلحق بالاتوبيس، يبقى المفروض الرجاله تبقى هو از رانينج مش موجوده، يبقى نحذف ضمير الوسط، نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضافا له اي ان جي. 15 I don't want to tell anyone انا مش عايز اقول لاي حد has happened between us يعني ما حدث بيننا، مش اني وان ضمير غير محدد، وانا قلت لك لما تلاقي قبل الاختيارات ضمير بتاخد ايه؟ وات اهو. 16 اي لايك ذا وركر انا حبيت العامل او احب العامل بينتينج ماي فلات ناو الذي يدهن شقتي الان، يبقى هو از لو بسطره في اس داي لو بسطره في اس داي هوز داي لو بسطره في اس دي اختصار لايه؟ لاز، خلي بالك. 17 كان يو شو مي ذا رود يعني ممكن تبين لي الطريق to the amusement park please التي تؤدي الى التي تؤدي الى المنتزه من فضلك، يبقى هنقول leading اللي رقم A. نمبر 18 these are the fields يعني هذه هي الحقول we reclaimed to grow crops التي صلحناها تمام لكي نزرع الايه المحاصيل، يبقى هنقول التي يعني ايه يا جماعه؟ يبقى ذات we reclaimed مش محتاجين حرف جر، المعنى مستقيم من غير حرف الجر. 19 we bought a big saw يعني اشترينا منشار كبير with space we cut up all the wood اللي بيه احنا بنقطع كل الخشب، لقينا حرف جر يبقى ايه يا جماعه؟ مع العاقل هناخد هوم، مع غير العاقل هناخد ويتش منشار غير عاقل، مع الملكيه هناخد هوز. 20 I can't remember the name of the person يعني لا استطيع ان اتذكر اسم الشخص. I got this information اللي منه انا حصلت على هذه المعلومه، يبقى هنا عاقل يبقى هناخد فروم هوم لان جيت بتلحق في الجر ايه؟ فروم. توني وان ذيس از ذا شيلف يعني هذا هو الرف. I bought my English books الذي فيه طالما في حرف جر في الترجمه بص الذي فيه اضع كتب الانجليزي بتاعتي، يبقى ناخد وير لان هنا ايه؟ مكان رقم دي. يلا يا جماعه 22 فرايداي از ذا اونلي داي هو اليوم الوحيد اي جيت اب ليت هو اليوم الوحيد اللي فيه اللي فيه. طب فرايداي ده ايه؟ ياخد حرف الجر اون، يبقى الايام بتاعت حرف الجر ان يبقى ايه؟ يبقى اون ويتش. يلا يا جماعه 23 ذا فيرست وان سبيس اي ميت ذس مورنينج واز ماي فاذر، يبقى اول شخص انا قابلته النهارده كان والدي. المفروض يا مستر ناخد ياهو ياهو يا زاد، مفيش، يبقى نفتكر اننا ممكن نحذفهم طالما جه بعدهم فاعل يليه ايه؟ فاعل، فناخد نواه. 24 students space late will not be allowed to enter، الطلاب ها اللي هيوصلوا متاخرين مش هيسمح لهم بالدخول. ايه المفروض يبقى الاجابه هو ار arriving، فما فيش يا جماعه هو، يبقى نحذف ضمير الوسط، نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضافا له اي ان جي. 25 my uncle is the person هو الشخص I received a letter اللي منه انا تلقيت خطاب last week الاسبوع الماضي، يبقى هنقول from whom يعني اللي منه receive from. 26 making my family happy and relaxed is all the best I wanted to work for يعني جعل اسرتي سعيده ومستريحين all يبقى لما لقيت all يبقى هناخد ايه؟ هناخد ذات كل ما اسعى اليه. 27 is best you told me can't be believed ما قلت لي لا يمكن تصديقه، يبقى ناخد وات اللي رقم سي.
28 the woman space green blouse is my sister. يبقى المرأة ها اللي ايه التي مرتدية green blouse بلوزة خضراء تكون اختي. يبقى التي تكون مرتدية يبقى المفروض نقول who is wearing. حذف ضمير الوصل يحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضافا له اي ان جي. 29 vegetables a lot of water don't freeze well. يعني الخضروات التي تحتوي على كثيرا من الماء لا تتجمد جيدا. يبقى نقول containing اللي هي رقم سي. ليه؟ لان حذف ضمير الوصل فنحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضافا له اي ان جي. 30 the big projects out all over Egypt will increase يعني سوف تزيد the national income يعني الدخل القومي التي تنفذ. يبقى نقول ايه which are carried. طب يا مستر هنا ما فيش اصلا يبقى حذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالايه بالتصريف الثالث الفعل. 31 نور كود فاين ذا بوك سوري 31 نور كود فينيش ذا بوك ذا داي بيفور. يبقى نور استطاعت ان تنهي الايه الكتاب الذي اعرضت لها اليوم السابق. يبقى ذات اي هاد لينت هير اه يبقى هنقول ديت غلط عشان قدر ات موجوده. طيب وديت غلط which I lent برضو عشان ات موجوده وديت وات هنا مش هتنفع. يبقى هنقول I had lent her. فهنا يا جماعه ايه حذف ضمير الوصل واكتفينا بالفاعل يليه الايه يليه الفعل. تعال كده نشوف على ايه على test yourself من اول 16 كده. I always like to buy cotton يعني انا دايما بحب اشتري القطن ايجيبت الذي يكون من ايه من مصر. خلي بال حضرتك يبقى هنقول من مصر يبقى هنقول فروم ايه فروم ايجيبت. طيب 17 I have just read an article يعني قرات مقال the writer suggests يقترح solutions يعني حلول to most of our problems لمعظم مشاكلنا. مش انا قلت لحضرتك لما تلاقي كلمه نوفل او ستوري او ارتكل يبقى تاخد ايه in which يبقى رقم سي. طيب 18 she didn't expect لم تتوقع her friend said about her يعني ما قالته صديقتها عنها. فهنا expect فعل تاخد وات اللي رقم بي. 19 this is a picture يعني هذه هي الصوره with natural colors التي رسمت بالوان طبيعيه. يبقى المفروض نقول ايه يا جماعه which is painted. طبعا ما فيش which is painted يبقى حذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للفعل painted اللي هي ايه رقم دي. 20 he says he is busy يعني قال انه مشغول. he really means he doesn't want to go out this evening. اللي بي هو بيعني خلي بال حضرتك انه مش عايز يخرج هذا المساء. هي كلمه مين بتاخد حرف الجر ايه الله يفتح عليك باي. يبقى نقول باي ويتش اللي رقم دي. نمبر 21 اي كودنت ديسايد يعني لما استطاع ان اقرر تو وير فور ذا ويدنج بارتي. خلي بالك ديسايد ده فعل الفعل هنا ديسايد يبقى ناخد ايه قلت لك لما تلاقي قبل الاختيارات فعل او ضمير تفكر في وات او هاو او واي. اه مريحني هنا وما ادانيش الوقت اصلا. 22 وليد did something wrong يعني ارتكب شيئا خطا which he said sorry. يبقى نقول about which. 23 I spoke to the worker my office يعني انا تحدثت مع العامل الذي ينظف ايه مكتبي. يبقى نقول ايه هو is cleaning. ما فيش يا مستر هو is cleaning يبقى معلوم حذف ضمير الوصف نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفعل في اي ان جي يبقى رقم دي ايه. 24 did you like the room يعني انا حبيت الحجره we stayed in. يبقى هنا في فاعل وفعل وحرف جر يبقى هنجيب ايه يعني المفروض يا مستر نجيب which. طب هو ما فيش which هنا ممكن ناخد نو ورد. ليه؟ لان قلت لك ان ويتش وهو وهو ذات لو جه بعديهم فاعل ثم فعل يمكن الاستغناء عنهم. يلا يا حبيب. 25 I have been reading about famous women يعني انا كنت بنقرا عن النساء المشهورات. I have found interesting الذي وجدته الذي وجدته رائعا. ايه اللي انت وجدته رائعا؟ ان انا كنت بقرا عن النساء المشهورات. خلي بال حضرتك هنا بس في كوما منسيه لان ايه بيقول لك اذا عاد ضمير الوصل على جمله كامله وعلامه ذلك ان احنا نجي نلاقي كوما قبل النقاط يا جماعه نختار ويتش يبقى رقم ايه ده. 26 ذا بارت سبيس باي احمد جيف اس بليجر ماتش بليجر
يبقى الحفلة التي نظمت عن طريق أحمد كانت رائعة. يبقى المفروض الإجابة تقول إيه مستر؟ which was organized. طب ما فيش. القاعدة بتقول لو حذف ضمير الوصل والجملة مبنية للمجهول نكتفي بتصرف ثالث الإيه للفعل. 27 she looked in the mirror to see، يعني بصت في المراية لكي ترى. The new dress was like، يعني كيف يكون الفستان الجديد. وأنا قلت لك لما تلاقي قبل النقاط فعل هتفكر في مين؟ في what أو how أو why. فهنا بالمعنى هناخد، يبقى هنقول إيه what like اللي هي رقم إيه؟ 28 I can't remember the reason، يعني مش متقادر نذكر السبب. Space he left، يبقى the reason why اللي هي رقم C. 29 I didn't get the job because I didn't have the required qualification. يبقى بنقول يا جماعة لم أحصل على الوظيفة التي تقدمت إليها. طب دي غلط عشان إنت ما اتشالتش، ودي غلط عشان انت ما تشالتش، ودي غلط عشان انت ما تشالتش. خلاص يبقى I applied for. طب ويتش راحت فين؟ ما قلت لك لو جيت بعد ضمير الوصل هو ويتش ذات فاعل ثم فعل يمكن الاستغناء عن ضمير الايه، يمكن الاستغناء عن ضمير الوصل. 30 منى's father is best goes swimming every Friday. يبقى ابو منى اللي عنده 60 سنه، اللي عنده 60 سنه اصلا ذات ما بيجيش في جمله اعتراضيه من اساسه. هنا هنحط جمله اعتراضيه ليه يا مستر؟ لان انا ممكن نقول ابو منى بيذهب الى السباحه كل يوم. كل يوم يبقى معنى كده ايه؟ ان دي جمله اعتراضيه. يبقى هنقول هو از 60 اللي هي رقم سي. ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويصلح حالكم، وعلى امل اللقاء بكم ان شاء الله في الوحده ال 12. اتجدعنوا، ربنا معاكم ان شاء الله.